الاجابه. طيب للمعلوميه يا جماعه الخير بحرق لكم حاجه. طيب واحده الاجابه سعرات يعني لا 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 مو ما بحرق لا غند ولا شيء بحرق لكم خبر يعني. طيب ترى احنا محتزمين او معلومه انا كنت موجود وكان في واحد من الشباب كان موجود في استوديو القناه في المجد وكان يسجل تمام وانا سمعت العمل اللي سجله ما له بس ايش ايش سجل دليل ايش العمل عن ايش ايش الهرجه ما ندري الحقيقه الغائبه الحقيقه الغائبه ولكن انا سمعت العمل وللامانه العمل جميل 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 حتى انا للامانه كنت ما كنت متوقع انه حيسجل بالطريقه هذه لكن ما شاء الله تبارك الله يعني اهني اهني تاهل اللي هو اتوقع انه ترى ما قلت اسمه تهنيت مين هو ما اعرف اه اوكي بس اتوقع انه ان شاء الله زي ما عجبكم وانتم صفقتوا يعني من قبل وانا سمعته وعجبني فايضا ان شاء الله انه حيعجب الجمهور باذن الله باذن الله يستاهل ترى يستاهل كل خير طيب اعطوا تحيه قويه قويه حنبدا في الجوله الاولى